ما هو طعام أهل الجنة؟ الله أكبر. وفواكه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وشرابهم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار، وأنهار من خمر، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أهل الجنة وهم يشربون الخمر لا يصدعون عنها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ما معنى يصدعون؟ ما يجيهم صداع. ينزفون، الله عز وجل لا يذهب عقولهم بسبب هذا شراب هذا الخمر. لذة للشاربين،